حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث أنت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. إحنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد. اليوم نريد نسولف على موضوع استهداف مواقع نفطية يوم أمس في محافظة البصرة جنوب العراق، وكذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية تم استهداف مواقع فيها قوات أمريكية، في رسالة واضحة من إيران وميليشياتها في العراق بأنها قادرة على تهديد المصالح الأمريكية في العراق. السؤال هنا، لماذا الحكومة، حكومة عبد المهدي في العراق، لا تستطيع حماية مصالحها الاقتصادية والحد من تحركات الميليشيات في العراق اللي هي مفروض تابعة لها وتحت رعايتها ووصايتها؟ طبعا بيان لوزارة النفط في هذا الصدد قالت فيه بأنها اتخذت إجراءات للسيطرة على أمن المنشآت النفطية بعد الهجوم على مخيم لموظفي شركات أجنبية في البصرة جنوبي البلاد. وأضافت الوزارة بأن الهجوم أمر مدان أيا كانت هوية المنفذين والأجندات التي تقف خلفهم. أشارت إلى أنه يراد منه ضرب الاقتصاد والصناعة النفطية والغازية في العراق. تصريح وزارة النفط جاء في أعقاب هجوم بصاروخ كاتيوشا على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، أدى إلى إصابة 3 موظفين بجروح، أحدهم حالته حرجة. طبعا معهد واشنطن الأمريكي قال بأن الهجمات التي تشنها الميليشيات المرتبطة بإيران على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البصرة قد تحبط استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، والعراق هو المتضرر. معهد واشنطن شدد على ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات واضحة تجاه عبد المهدي في مواجهة ميليشيات إيران. طبعا المسؤول في الحكومة، في حكومة عبد المهدي، رفض الكشف عن اسمه، وفي تصريحات صحفية أكد وجود تحركات لجماعات مسلحة، قال بأنها خارج سيطرة الحكومة تقف وراء ما سماه بغزوة الصواريخ. دفعت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى إصدار بيان في ساعة متأخرة من يوم أمس تحدث فيه عن رفضه لأي تحركات عسكرية خارج موافقة الحكومة، سواء كان لجيوش أو جماعات. طبعا يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع فيها أمريكيون إلى 3 خلال 72 ساعة. تم استهداف معسكر التاجي والذي يضم فريق من المستشارين الأمريكيين ووحدة صيانة دبابات برامز وعربات هامفي الواقع على بعد 20 كيلومتر شمال العاصمة بغداد، وذلك بقذائف هاون تلاه سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية قبل يومين في الموصل، والذي يضم كذلك مستشارين عسكريين أمريكيين يعملون مع اللواء الأول في الجيش، ويضم أيضا منظمة غربية للمساعدة في نزع الألغام. كذلك تم استهداف موقع عمليات نفطية متقدم كما أشرنا في حقول الزوير النفطية غربي البصرة، أسفر عن إصابة 3 موظفين، طبعا جميعهم عراقيين وأحدهم بحالة حرجة كما أشرنا، وهو ما استدعى انسحاب الموظفين الغربيين، وجميعهم مهندسون من شركتي شيل وإكسون موبيل الأمريكيتين من موقع العمل. وعادت شركة شيل وأصدرت بيانا قالت فيه بأن جميع موظفيها في العراق سالمون وبأن عملياتها في البلاد تسير بشكل طبيعي. متحدث باسم الشركة قال سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع الأمني والتواصل مع السلطات المحلية. طبعا مصادر أمنية في الموصل كشفت بأن الصاروخ الذي استهدف مجمع القصور الرئاسية في الموصل ليلة الثلاثاء سقط على بعد
300 متر فقط من مقر عمليات التحالف الدولي التي توجد فيها قوات أمريكية، وأوضحت بأنه تم العثور على منصة إطلاق الصاروخ في الجانب الآخر من نهر دجلة ضمن الساحل الأيمن للموصل داخل ساحة عامة بين المنازل. وأشارت إلى أن التحقيقات بأن مطلقيه كانوا يرتدون زياً عسكرياً شبيهاً بزي قوات الجيش. النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن محافظة نينوى قال بأن الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد المقرات الأمريكية في عدد من مدن العراق تشكل الخطر الأكبر على ما وصفه بالأمن الوطني. طبعاً أكد بأن الهجمات الصاروخية تحمل بصمات أطراف مقربة من إيران، رغم تصريح ميليشيات الحشد برفضها شن أي هجوم ضد القوات الأمريكية أو مصالحها، وأضاف بأن تلك الهجمات ستحول العراق من محور الوسيط كما يقول بين واشنطن وطهران إلى خانة الأعداء، أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، كونها استهداف المصالح الأمريكية في العراق. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، استهداف المصالح الأمريكية في العراق، وهذا بدوره طبعا يضر بالاقتصاد العراقي خاصة في مجال النفط. الحكومة تقول ذولا جماعة غير تابعين للحشد، والحشد يقول ذولا جماعة ما تابعين لنا. زين، إذا ما تابعين للحشد ولا تابعين للحكومة، لماذا لا تتجرأ الحكومة بإعلان اسم هذا الفصيل أو هذه الميليشيا وتقوم بإلقاء القبض عليهم؟ كل هذه الأسئلة نريد الإجابة عنها منكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. أعطيك مثل على إيران وعلى أتباع إيران بالعراق. أكو طبعا قبل كان أكو شقاوات بالعراق، صراحة العبارة ما حد يقدر يحكي وياه، بس هذول الشقاوات من يجون مثلا مجموعة فد 15 20 واحد يدقوا دقة من هذا التمام، يقوم يخربط ما يعرف شو يسوي، ما يعرف شو يسوي، هذا يدق بي وذاك يدق بي، هذا يضرب بي وهذا يضرب بي، فيسووا طوبة. هسه إيران همين ما شاء الله صارت مثل الدجاجة المخنوقة، ماكو الدجاجة ما تعرف ايش تسوي، دا تضرب هنا بالخليج على السفن، دا تضرب الطائرات دا تسقطها، ودا تضرب بالمواقع العسكرية الأمريكية بالعراق والمنشآت النفطية، هذه هي دا تقوم بها، مو هي بنفسها، وإنما تلقي أوامر بأتباعها بالعراق. أتباعها بالعراق أكو مجموعة طبعا ليست قليلة، زين دول أخلص عندهم، يعني أخلص من الإيراني هو نفسه، أكثر وفاء وإخلاصا بإيران بصريح العبارة بالعراق موجودين. فأما من يطلع من الحشد أو الميليشيات الشيعية يقول والله هذا مو إحنا وما أدري شنو، هذا كذاب، هذا على أساس هذا جاي متأخر، بعد ما يفيد، هم أوراقهم احترقت، يريد يذهب براس السنة، والله ذول السنة يسووها، ورجعت المقاومة السنية باشر عقبة مين تكلاه عبالهم، لا أمريكا تعرف والسعودية تعرف ودول العالم كله تعرف هاي سوالف إيران زين أستاذ، لكن ليش تضرب هذه المواقع؟ هي تريد، هي مخلوقة أستاذ، تريد ترفع من أسعار النفط، بلكت على أساس أوروبا ودول تستورد النفط، أنه تطلب من أمريكا أنه تكف عن إيران وتشيل الحصار عنها، وهذا من سابع المستحيل. يعني شوف دونالد ترامب شي يقول، يقول أني طلعت أخبار اليوم راح يضربون إيران وراح يضربون إيران، طلع دونالد ترامب عاقل، رجل عاقل يفتهم، قال لا هذا فد واحد جنرال تصرف احمق اجلكم الله. وش عرف انه هذا رجل غبي؟ اذا احنا انت دخلتنا موضوع اسقاط الطائره الامريكيه بدون طيار اللي سقطت اليوم، زين هو شنو دل لي هذا غبي؟ يعني شنو فحصه بالسونار ولا شلون؟ لا لا مو هو، هو شنو انه يريدون يجرون امريكا بالوقت الحاضر للحرب. ليش؟ لانه ايران مخنوقه صار، منتهيه ايران. انت تدري بيش التومان اليوم؟ الدولار الواحد ب 200 وبيش والله 22.5، 22.5 تومان، يعني 225 الف ريال استاذ. انا كنت اشتري ب 96 بال 2006 ب 55، ال 100 دولار ب 55 تومان، زين هسه ب 215 تومان 1 دولار. زين شوف الفرق الخد، هي متهيئه ايران، هذا الشعب جوعان استاذ عمر، زين فهي هسه تقول لك على
العراق، عندي أتباعي من الشيعة هذول يساندوني من داعش من القاعدة موجهتهم، يساعدوني يساندوني، فنشن حرب جعوة على أمريكا وعلى الخليج، بل كد ندخل الخليج. وكثير من هذول العصابات الميليشيات الساد عمر أينهم على الخليج؟ شو متسعين فاتوا على الكويت قشوها قشة زين صريح العبارة أقولها، هم سعينهم على الخليج، يقولك بل كد فرصة إحنا من قشة قش بعد ما قشوا العراق وسوريا نظفون نظافة من هذا التمام أموالها انسرقت. بس أنا يعجبني دونالد ترامب بشغلة واحدة استاذ عمر، تدري قسما بالله اسمعها من عندي وسجلها، قول قالها أبو عمر وما صدقناه. أكو 4000 إلى 5000 مليار دولار مسروقة صار لها 40 سنة بإيران و16 سنة بالعراق و50 سنة بسوريا و30 سنة 40 سنة بلبنان، وهذا الحوثي يجي يكمل عليها. هذه كل أموال منقولة وغير منقولة موجودة في أوروبا وفي أمريكا وإستراليا وكندا في كل دول العالم. فلهذا تشوفوا دونالد ترامب من يصدر أمر إلى وزير الخزانة، وزير الخزانة يتصل بالبنوك المخابرات ما مخابرات السياسية يقول لهم هذه الأموال المنقولة والغير منقولة راقبوها، اللي ما محجوزة ما عليها حجز راقبوها، اللي عليها حجز حجزوها خلاص ما تتحرك، هو راح يحصل عليها. أنت سمعت بحياتك في اليوم حاسبوا رئيس دولة بالعالم سرق أموال رجعوا أموالها لهذا البلد أستاذ عمار؟ لا أحد يكسلك، هاي 100 سنة، هاي 100 سنة رجعوا أموال رئيس دولة سرق دولة، بالله عليك انت بس قل وياها بس بس تكتاوي بعدين يخنقوهم خنقة من هذا تمام ويأخذون فلوسهم وتنتهي يرجع كأنما ماكو شيء. أنا أشكرك، أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. طبعا وفقا لمسؤول في العاصمة بغداد يعني أوضح بأن القوات الحكومية بدأت عملية انتشار جديدة في 7 مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية في الأنبار وبغداد ونينوى وكركوك وصلاح الدين، ومن المقرر أن تنتهي العملية مساء اليوم الخميس، وهي تتضمن نشر أطواق عسكرية كما قال حول مقرات الوجود الأمريكي على محيط 15 كيلومتر وعلى المدى الأقصى لصواريخ الكاتيوشا من الطراز القديم وقذائف الهاون من عيار 120 ملم التي أطلقت في وقت سابق على تلك المواقع. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. صباح، استهداف ميليشيات تابعة إلى إيران بضرب المصالح الأمريكية، وهي طبعا تضر الاقتصاد العراقي بما أنه هي تضرب مواقع نفطية فيها شركات أجنبية، فهذا بدوره يضرب الاقتصاد العراقي بالدرجة الأولى. لماذا يعني الحكومة ساكتة؟ الحشد يقول لك هاي مو إحنا مو من جماعتنا، ذولا فصيل خارج عن الحشد. زين معقولة هذا الفصيل هل قد يخوف؟ رأيك؟ أستاذ بالطبع إحنا نعرف إحنا الصراع الأمريكي الإيراني الموجود والحصار المفروض على إيران والتواجد القوات الأمريكية في الخليج ومناطقنا وبناء قواعد من جديد والتحشيدات هاي الموجودة والبوارج كلها تهديد تهديد جارة السوق إيران. فبالطبع احنا نتوقع ان أذرع إيران بالمنطقة ومو بس بالعراق، بكل المنطقة سواء حزب الله وشوف التهديدات الأخيرة او الميليشيات العراقية الموجودة بالعراق او الحوثيين باليمن لازم ايران تحركهم، هذول كلهم مشروع ايراني صفوي محسوب، هاي الحشد محسوب على ايران. فبالطبع شيء يعطون اوامر القادة الحشد مثل هادي العامري وابو مهدي المهندس وغيره والمالكي اللي هو اسس هذه الميليشيات الطائفية، شنو اللي يضر بالمصالح الامريكية والتواجد الامريكي راح يعتبرونه هدف لهم. لكن احنا ننظر لها من باب ثاني، وهو يعني ان الميليشيات محسوبين كلهم عراقيين، ويقول لك احنا عراقيين لكن قياداتهم حرس ثوري او غيرها. هاي المصالح المنشآت النفطية والموجودة داخل العراق هي كلها يعني ممتلكات حقوق العراقيين، فبني يضربون هاي المصالح الموجودة يعني راح يدمرون الاقتصاد الدولة. يعني المنشآت احنا امريكا سواء اليوم او باكر بعد سنة بعد اكثر يطلعون من عندها، وبالتالي ان هاي المنشآت هي للعراقيين، لكن الميليشيات الايرانية متهمهم، اللي يهمهم هو تنفيذ الاوامر اللي تجيهم من الحرس الثوري والضغط على القوات زين صباح يعني يعني ايران العراق. يعني ايران ضاربه الامر في عرض الحائط،
كما يقال. يعني أنت اليوم صادرين للعراق بحوالي 12 مليار دولار، أنت عندك نفط يباع باسم العراق وهو نفط تابع لإيران، ماشي؟ أنت نعم. عندك موضوع تهريب وما تهريب وإلى آخره، يعني العراق صار بوابة وسوق الإيران. زين أنت اليوم والعراق مستثنى من العقوبات الأمريكية لفترة تم تجديدها، هناك حديث عن تجديد هذه الفترة، استثناء العراق يمكن لمدة 3 أشهر أخرى. إيران اليوم تريد شنو؟ تريد تسد الأبواب عليها من كل مكان باستهدافها للمواقع الأمريكية والاستهدافها للمواقع النفطية العراقية؟ بالطبع أستاذ، إيران مدهمها أن مصلحة الشعب العراقي اللي همها هي مصلحتها أن الإيران النفط الموجود عندها الخام يصدر ويعبر من خلال العراق أو من خلال بعض الأساليب اللي عندها. المهم عندها أن الاقتصاد العراقي ينهار، سواء أمريكا تشرف على المنشآت الحيوية النفطية أو حتى السوق العراقي اللي هي إيران حاليا دمرت كل المنشآت مو بس النفطية. عندك وزارة الصناعة والصناعة العراقية صفر حاليا، لا عندنا منشآت، لا عندنا إنتاج، لا عندنا صناعة، لا عندنا زراعة. شفنا الحادثة الأخيرة مع حرق المحاصيل في إيران، بالنسبة لضرب الإنتاج العراقي بكل فواصل زراعيا أو النفط أو غيرها أو الصناعة أو الكهرباء أو المياه اللي المياه الصالحة للشرب أو المياه الزرع، ما تهمها، اللي همها تدمر العراق. في صغير العراق يعني الملتجئ الوحيد لها هي إيران. إيران ما تهمها حياة المواطن العراقي، سواء يقتل أو يصاب بأمراض أو مهددة حياته أو انتشار المخدرات، اللي همها هي دولتها ظل مستمرة. الإيرانيين حقيقة مسيطرين الأستاذ، يعني مسيطرين على العراق سياسيا اقتصاديا، ويديرون بالعراقيين بكيفهم، والعملية السياسية برمتها تابعة إلى الولي الفقيه. يعني احنا صرنا بين أمرين، أمر الاحتلال الأمريكي واللي حاليا المجتمع العراقي قام يتقبله، يعني يقول لك أحسن من سطوة الاحتلال الإيراني وميليشياتهم القذرة اللي تفتك بأبناء السنة ومزارعهم وهذا التغيير الديمغرافي. لكن احنا صرنا أداة وساحة معركة إلى من المشروع الصفوي الإيراني على إيد اللي يسمون تسهم سياسي العراقيين ومع الأعمال. أشكرك صباح من بغداد كان معنا. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام بأنهم يمكنهم إرسال رسائلهم وتعليقاتهم حول الموضوع على رقم الواتساب والذي سوف يظهر الآن أسفل الشاشة. نقرأ رسالة على الواتساب، يقول أستاذ عمر هذه لعبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ودول الخليج هي من تدفع ثمن هذه اللعبة، أما هؤلاء الذين يحكمون في المنطقة الخضراء لا سلطة لهم على الميليشيات. طبعا المسؤول اللي تحدثنا عنه قبل قليل وهو وزير طبعا ورفض الكشف عن اسمه، تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن التحقيقات الأولية التي وصلت إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد المهدي تؤكد بأن جماعة مسلحة متطرفة كما قال وغير ملتزمة بتوجيهات قادة الحشد الشعبي والحكومة هي من تقف وراء الهجمات وتستخدم سيارات وهويات الحشد الشعبي للمرور عبر حواجز التفتيش ونقاط المراقبة لتنفيذ الهجمات، كاشفا أن رئيس الوزراء كلف زعيم هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والزعيم العسكري للحشد أبو مهدي المهندس ورئيس تحالف الفتح حاد العامري بالملف، وهم من أبلغوه بذلك. وأشار إلى أن التحقيقات أكدت أيضا بأن صاروخ الكاتيوش الذي سقط على منزل في حي الجادرية في بغداد يوم الخميس الماضي الأسبوع الماضي أطلق من طريق محمد القاسم السريع وكان يستهدف موقعا تابعا إلى شركة أمنية أمريكية، لكنه سقط قبل وصوله إلى الهدف، وأن مطلقيه كما قال أخطأوا في تحديد الإحداثيات. وأكد بأن بيان رئيس الوزراء في ساعة متأخرة من ليلة أمس والذي تحدث فيه عن رفضه لأي نشاط خارج إرادة الحكومة كان المقصود به الجماعة المتورطة بالهجمات. يعني هذا الحديث إذا صح فإنه هناك اليوم أكو تيار قوي وفاعل ومسيطر وما حد يقدر يحشي وياه من شق عن الحشد ومدعوم من إيران، ولا حكومة عبد المهدي تقدر تحشي وياه ولا نفس الحشد يقدر يحشي وياه. هذا كلامهم. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن.
السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله. صحتك بخير الحمد لله، الله يحفظك. استاذ عمر، موضوعكم حول ضرب المنشآت النفطية. نعم. بالبصرة. نعم. هذا طبعا ضرب المنشآت النفطية هم على اساس انه يضربون القوات او القوات الأمنية الأمريكية، هي لا، بالعكس، هو عملية تدمير الاقتصاد العراقي، استهداف الاقتصاد العراقي من قبل إيران. وبالتالي أيضا هم طبعا متفقين أمريكا وإيران لتدمير الاقتصاد العراقي، وبالتالي حتى يصدرون نفطهم أو غازهم إلى العراق مقابل أموال طائلة. فعملية ضرب المنشآت النفطية أولا يؤثر على اقتصاد العراق، اثنين ما يمس نهائيا القوات الأمريكية، لأنه هذا الشريان الوحيد، الشريان اللي يتغذى منه العراق هو الوارد النفطي أو الموارد النفطية، لأن الآن الزراعة انتهت عندنا بالعراق بسبب الحكومات المتعاقبة، عدم دعم الفلاحين ودعم القطاع الزراعي، فاعتمد الآن العراق على القطاع النفطي. فهذا استهداف أولا تدمير الاقتصاد العراقي وتدمير البنية التحتية للعراق والبنية الاقتصادية، وهذا استهداف من قبل الميليشيات أو من قبل النظام الملالي في إيران، وهذا باتفاق مع أمريكا، وبالتالي حتى أمريكا تبقى على جاثمة على أرض العراق، لكون أنه تقول للحكومة أو تقول للشعب العراقي إيران الآن تهددكم. هي بالعكس اتفاق إيراني أمريكي صهيوني لاستهداف العراق واستهداف البنية التحتية والاقتصاد العراقي حتى لا ينهض العراق ولا أيدي عاملة تكون في العراق، وبالتالي حتى العراق لا يبدع ويرجع إلى ما كان عليه. ونعرف إحنا أنه النظام الإيراني له اليد الطولة في العراق، في سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الميليشيات، والميليشيات أيضا هنا مسيطرة أكثر من الحكومة على الوضع الأمني وعلى التحركات الأمنية. إضافة لهذا، شوف قبل فترة قتل أحد الأطباء في بغداد، في وسط بغداد. نعم. موجودة قوات أمنية ولم يتم إلقاء القبض على الجهة المنفذة. نعم. فأيضا قتل الكفاءات العلمية وقتل الروح الوطنية بالعراقيين هو استهداف إيراني أمريكي، وبالتالي حتى لكي لا ينهض العراق ولا يعيد نشاطه الاقتصادي الحيوي، وايضا يعيد روحه الوطنيه، حتى ييأس العراقي او يخلون العراقيين يهاجرون خارج العراق، وبالتالي هم يسيطرون ويتفقون انه احنا إن ما تحت الارض وانتم لكم ما فوق الارض، اي النظام او الحكم. نعم. هذا اتفاق امريكي ايراني. نعم. ويعرف كل العالم انه العراق هو جمجمه العرب، مهما تكون الظروف اللي يمر بها العراق، ولكن أبى أن يكون خانع لأي جهة، لأنه العراق ولود من قادة عظام وولود من قادة وطنيين، فيأتي اليوم القريب إن شاء الله تزاح كل هذه الجراثيم على أرض العراق، منها الاحتلال الأمريكي أو الجرثومة الإيرانية اللي الآن استوطنت في جسد العراق. نعم. أنا أشكرك. جسد العراق، وبالتالي. نعم. العفو أخوي، هلا ومرحبا. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد، شكرا جزيلا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. تحية لك. حياك الله. تحية للإخوان المتصلين. أنا أيد أبو حسن اللي يسلم من بغداد، بغداد الرشيد. نعم. فصحيح التخاذل الأمريكي الإيراني هو على أعلى مستوى، وتدمير العراق وهم هدفهم يبقى العراق، هم هذه الحزلات هم باب حظ يعرفون أمريكا القزعري. نعم. والعامل وعلى الأحذية هم أعداء، هم
هم جابتها امريكا وجبناء بلا جبناء يبقون. فامريكا هي تبقى العراق هكذا، هي تخاف من العراق جمجمة العرب كما قال ابو حسن. وهم يبقون العراق يبقى ضعيف هكذا وتقود حثالات مثل هذه الزمر السايبه ابناء الشوارع وهكذا مع الاسف هذا البلد. ان شاء الله النصر يتحقق، ان شاء الله الشعب العراقي شعب ان شاء الله سوف ينهض ويطيح بهذه الحثالات المجرمه. والنصر ان شاء الله قريبا ان شاء الله، والجرثومه الايرانيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القادسيه الثالثه ان شاء الله القادسيه الثالثه بتواعد العراقيين الشرفاء. وتحيه لك. حياك الله ابو فيصل من السعوديه كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رسالة على الواتساب من أبو حاتم من الموصل يقول فيها السلام عليكم. يقول أستاذ عمر تحية طيبة لك ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول من العام 2003 العراق لهذا اليوم بدون حكومة لدى العراق. يقول جرثومة صنيعة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي والإيراني مع دستور صنعه الاحتلال الباطل ووضع هؤلاء في المنطقة الخضراء للانتقام من الشعب العراقي وقدراته الاقتصادية، الثروة النفطية والثروة الحيوانية والزراعية وثروة المياه، شريان الحياة. لن تطلق أي إطلاقة في العراق على مقرات منشآت إلا بعلم الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، وانكشفت الأوراق للشعب باتت أيامهم قريبة إن شاء الله ونخلص منهم. يقول ويضيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال أبو أسد من البصرة. أبو أسد البارحة. نعم السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟ وبيك الله. والله إذا أنتم بخير احنا بخير إن شاء الله. الله يسلمك، الله يحفظكم، الله يخليك. البارحة صار استهداف للمواقع النفطية بالبصرة. نعم. برأيك ليش يستهدفوها؟ هاي صار استهدافين مو استهداف واحد. نعم بالضبط، هي انضربا موقعا بنفس الوقت البارحة. نعم. وقبلها هم صار. نعم نعم، وهم ضربوا معسكر صورته بالطارميه، مطارميه بالمقاطعه تاجي وبالموصل قبل يومين. نعم نعم نعم، هذا كله تستعمل الميليشيات التابعه لايران. هاي كل الاهداف اللي يضربوها اللي يضربون المصالح الامريكيه. الو تسمعني؟ اسمعك ابو اسد. اي يضربون المصالح الامريكيه، بس هي هم كلهم خدم الايران. دول عندنا اللي يحكمون والميليشيات. انت لا تصور اكو ميليشيا هسه بالعراق اوامرها هدموا من ايران. كل الميليشيات، ماني اقول لك انا دافع عن الوطن، انا دافع عن هذه، كلها دافع عن ايران من البطاط وغير البطاط. وذول هاي سبب استهداف المنشآت النفطية التابعة للمستثمرين الأمريكان يدرسون بلبلة بالبلد. نعم زين أبو أسد. أنا هذا رأيي. إيه زين. نعم. أبو أسد، الحكومة تقول لك ذولا ما تابعين للحشد، والحشد يأكد هذا الأمر ويقول لك ذولا ما تابعين إنه، ويقول لك ذولا يمشون بهويات وبسيارات يعني مضللة ويعبرون السيطرات وما حد يقدر يحكي وياهم. زين إذا الحكومة ما قادرت لهم والحشد ما قادر لهم والشرطة ما تقدر لهم، من يقدر لهم بعد ذولا؟ منين جايين ذولا؟ استاذي
هي انت تقول حكومه، هي اكو حكومه، هذول جايين هسه يرمون الصواريخ والمنصات، هذول خلينا نقول عليهم هذول كاسبر، صح ولا لا؟ كاسبر ما حد يشوفه. نعم. يطلع بكارتون كاسبر ايام زمان. افلام الكارتون، نعم. هذول كاسبر. نعم. هذول كاسبر، شو ما يعرفون بيهم، بس الحكومه ما تقدر تحكي. ما تقدر. هاي مو حكومه عمي. تخاف منهم؟ حكومه والله من. يخافون؟ طبعا يخاف منهم، يخافون منهم. يعني هم السلطه بيديهم. نعم. السلطه بيديهم. رئيس الوزراء شنو هذا؟ عبد المهدي عبد الزوية هو ما رئيس الوزراء هذا سعيد مال مطايا ما خليه حتى من يقول بوجهه. نعم. وينهم هم البرلمانيين؟ مع احتراماتي للطيبين. نعم. واني اشكرك. اني اشكرك ابو اسد من البصره كان معنا. طبعا عادل عبد المهدي اصدر بيان حول الموضوع واكد فيه ب منع أي قوة أجنبية كما قال من العمل أو الحركة على الأرض العراقية، وأن الدولة تريد إنهاء كافة المظاهر الشاذة كما سماها وغير القانونية والسيادية. قال مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية ومن حل الجيش وفرض الاحتلال على العراق ووجود قوات أجنبية وتدخلات خارجية وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية. كذلك عانت البلاد من النشاطات التخريبية والأعمال الإرهابية خصوصا القاعدة وداعش واحتلالهما لمساحات واسعة من الأراضي العراقية، والتي تصدت كما قال لها القوات المسلحة بكافة صنوفها وبإسناد من دول التحالف والدول الصديقة والمجاورة. يضاف إلى ذلك كل الواقع الإقليمي والدولي، هذا الواقع هذا كما جاء في البيان، هذا الواقع أفرز الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الذي تحقق على داعش كما قال، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير إلى أن الدولة تستعيد هيبتها. ما أعرف الهيبة إذا السيارات تفوت وتطلع ما تقدر تسيطر عليها، ما أعرف هاي الهيبة وين. يقول تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية. يلا الزمنا ذولا، الزمهم وطلعهم بالتلفزيون قل وسميهم، قل ذولا الحزب الفلاني جماعة الفلانية وعرضهم على القضاء إذا الأمر صحيح. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. يا محاورتك إلى قناتكم الشريفة ولا يا أهلا بيك. شريف وليلة مباركة، ليلة الجمعة على العراقيين إن شاء الله. الله يسلمك. أستاذ، العراق إحنا لو بنشوفه أقدر أعتبره هو ساحة استخلها إيران وأمريكا للتناسق وللعب بين إيران وأمريكا، والساحة العراقية هي الساحة اللي نقول ساحة اللعب يعني. نعم. زين. أما بالنسبة إذا أريد نشوف يعني لا أكو حروب ترى ولا أكو اشتباكات، وكل هاي الاشتباكات اللي تصير بين إيران وبين أمريكا في ضرب بعض المصالح في العراق هي عبارة عن تراشقات يعني، خاصة بعد إنه من وضعه والحمس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب. أكو قسم من الناس يريدون إقامة حرب بين إيران وأمريكا يعني لمصالح أخرى، وهناك من يريد تخريب إيران، وهناك من يعني أما أمريكا، أستاذ هي أمريكا ما تقدر إذا هي مصالحها تنظر من قبل إيران ما تستطيع في لحظة واحدة وتستعين بإسرائيل والدول المجاورة لها وقواعدها إنه تخلص على إيران وتدمرها، يعني شنو هذه التراشقات اللي تستمر سنين وإحنا قاعدين نتفرج؟ إحنا ترى انتهى أمرنا، لا حد يقول لي بدعم من الثوريين والمناضلين، ترى حتى الشريف إنه الشريف اللي موجود في العراق إنه ما يقدر يتحرك، يعني خاصة هذا ابن الضابط علي سلاح يقول راح يستجين برجله لأنه ما يريدون شريف يشتغل، فلهذا حتى سألوا العبادي قالوا له شنو الوضع العراق؟ هل أكو خدمات؟ هل أكو تقدم؟ قال ماكو لا تقدم ولا خدمات. نعم. لأن النفط أخباره قالوا من النفط مسيطر عليه من قبل أمريكا وإحنا بناخذ فلوس، بس هم اللي مسيطرين.
استاذ يعني امريكا ما تقدر انه يعني تنهي المشكله بلحظه واحده؟ نعم. لان ما هي تريد هي في سبيل انه تسوي هاي المشاكل في سبيل يعني ابتزاز الدول العربيه بالاموال، لان يعني هي عندها ديون وتريد تخلص ديونها امريكا عن طريق الدول العربيه. فقد يكون اكو هناك يعني اما بحرب ما بين ايران وامريكا مستبعد، لا تتصورون اكو حرب. زين بعدين اكو حرب قد يكون بين ايران والدول العربيه وخاصه دول الخليج تضربها، وخاصه السعوديه، لانه يعني هاي طبيعتها، لان ايران ترى دوله قويه لا تستهينون بها. بعدين هي انطت اسلحه كثيره للميليشيات، قوتهم واصبح قوتهم اكثر من الجيش العراقي والشرطه. بعدين احنا العراق ترى يملك مصالح دولتين في العراق، يعني في العراق دولتين، يعني مصالح امريكيه ومصالح ايرانيه. فلهذا من يعني هم المستفيده، الحكومه العراقيه مستفيده من الطرفين. فلهذا لا تتصورون انه كل هاي زوبعه مجرد زوبعه في فنجان. نعم. بعدين استاذ انه ترى لا اكو حرب ولا اكو شيء، واحنا اعتقد مع الاعتذار للشعب العراقي احنا انتهينا. فاذا ما نرجع الى عقولنا احنا فاحنا منتهين خلاص، انه سيطروا علينا وقضوا على مجتمعاتنا كلها العربيه وحتى العربيه وحتى الاسلاميه، لانه وجودهم بالدول العربيه اصبح خاصه ايران وامريكا واسرائيل قضت على كل شيء شريف بالوطن العربي. تحياتي لكم. اشكركم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا على خلفيه الهجوم على الحقول النفطيه في البصره، شركه اكسون موبيل النفطيه الامريكيه اعلنت بانها تخطط لاجلاء 20 من موظفيها الاجانب من محافظه البصره بعد هجوم صاروخي استهدف مقرها هناك. طبعا وكاله رويترز افادت بان صاروخا سقط قرب شركات نفط عالميه كبرى بينها شركه اكسون موبيل الامريكيه في البصره وشركه رويال شيل البريطانيه الهولندية وإيني الإيطالية، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح كما أشرنا. طبعا الوكالة نقلت عن مصدر أمني بأن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي محافظة البصرة. كشفت مصادر صحفية بأن عن استهداف صاروخ كوتيوشا آخر لشركة أويل سيرف التابعة لحقل الرميلة النفطي ضمن شركة بيبي في التوقيت نفسه الذي استهدف صاروخ مخيما للموظفين في شركة الحفر بمنطقة البرجسية غربي محافظة البصرة يوم أمس. المصادر الصحفية تحدثت بأنه في وقت مبكر يعني وقالت مبكرا وقع الاستهداف في يوم أمس، إلا أنها يعني كانت منصات الإطلاق من المقبرة القديمة انطلقت منها الصواريخ وسقطت على هذه الشركات، يعني تقريبا حددتها بتقريبا 500 متر على بعد تجمع وتجمهر الأشخاص في الشركات الأجنبية النفطية في البصرة. طبعا اللجنة الأمنية في قضاء البصرة، رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة وهو مهدي ركان قال بأنه بحسب المعطيات المتوفرة فإن الصاروخ أطلق من بعد 5 كيلومتر عن شركة إكسون موبيل، وأضاف بأن التحقيقات مستمرة بالحادث، وأكد إصابة 3 موظفين عراقيين جميعهم من أهالي مدينة الديوانية وأحدهم حالته حرجة. طبعا ضمن تبادل الاتهامات بشأن الفوضى الأمنية، ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يعني علق وقال بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع أمنية وأخرى اقتصادية حيوية في العراق تهدف لتحويل البلاد إلى ساحة صراع دولي. اتهم الائتلاف جهات وصفها بالخارجة عن القانون بأنها تريد أن تطبق أجندات خارجية، ودعا حكومة عادل عبد المهدي إلى مراعاة قضية الضعف الأمني ووجود جهات تحاول جعل العراق ساحة أمامية أو خلفية للصراعات
الدولية. طبعا رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي ألمح في لقاء سابق إلى أن ميليشيات الحشد هي من تطلق الصواريخ في العاصمة بغداد ومناطق أخرى من العراق. إذن استهداف مواقع نفطية وكذلك استهداف مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية، إن كان في التاجي أو الموصل، وكذلك بين فترة وأخرى يتم استهداف المنطقة الخضراء وتسقط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. مستمرون كذلك معكم أعزاء المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال الحلقة. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال عبد الله من الطارميه، تفضل عبد الله. اهلا اخي، بخصوص موضوعكم اليوم استهداف المنشآت النفطيه العراقيه. نعم. طبعا هذا مو الاستهداف الاول اللي حصل امس او الاول او اول امس. نعم. استهدفت شركه امريكيه اللي باحد الابار اللي موجوده بالبصره. المنشآت النفطية مستهدفة في البصرة منذ زمن بعيد، يعني منذ تقريبا 15 عاما مستهدفة بالسرقة، مستهدفة مستهدفة يعني بالصواريخ الكاسية. وش مثل ما حدث أول أمس، الإيرانيين يريدون يحولون العراق إلى ساحة حرب، ساحة حرب لمصالحهم طبعا. نعم. يريدون يشركون العراق، يعني يجعلون العراق ساحة حرب لمصالحهم الشخصية، يريدون يخلطون الأوراق على الحكومة العراقية. ما حدث أمس وما حدث قبل أمس يثبت أن الإيرانيين يحاولون توريط العراق في هذه الحرب، الحرب الإعلامية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا هي عمليات تخريبية تهدف إلى جعل العراق دولة غير، يعني دولة غير مستعدة أو دولة غير مستقرة لتصدير النفط وإضعاف العراق. زين، كم مرة عبد الله؟ نفطه. نعم. يعني نعم. كم مرة يتم استهداف المنطقة الخضراء واستهداف حقول نفطية أو تجمعات أجنبية، قوات أمريكية إلى آخره، ولا مرة سمعنا إنه الحكومة ألقت القبض على مطلقين الصواريخ أو سمتهم باسمهم؟ اخي، اول امس بالضبط تحديدا. نعم. في منطقه التاجي عثرت القوات الحكوميه على منصات اطلاق صواريخ. نعم. فقط عده صواريخ كاتيوشا، ثلاثه اعتقد او اربع صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتخذه القوات الامريكيه وتتمركز فيه القوات الامريكيه والاستراليه لتدريب الجيش العراقي والقوات العراقيه. وقبلها ايضا قصفت قاعدة بلد الجوية أو قاعدة البكر التي تقع بين قضايا دجيل وبلد وقضاء بلد، وصفت من منطقة هي موالية للقوات الحكومية، وعثرت القوات الحكومية في إحدى البساتين على منصات إطلاق الصواريخ ولم تعاقب هذه المنطقة. أيضا قبل ليلتين أي ثلاث ليالي تقريبا لليلتين على التوالي قصفت المنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية بصواريخ كاتيوشا. هذا يثبت، هذه الأعمال تثبت إلى أن إيران ماضية في جعل العراق ساحة حرب وساحة صراع للتحرشات المتبادلة بين أمريكا وإيران. وآخرها ما حدث أول أمس في البصرة،
للاستهداف للمنشآت النفطية وتخريب للمصدر الوحيد، مصدر الدخل الوحيد للدولة العراقية، ألا وهي آبار النفط والتي يعني منها الشركات العراقية. نعيد نفس التساؤل. عبد الله، خايفة الحكومة من هاي الجماعة؟ لو هي الجماعة من ضمن الحكومة لو شلون؟ والله يا أخي الواضح أنه الحكومة لا تستطيع. الميليشيات دولة عميقة، الذي يعيش في العراق وفي بغداد بالتحديد يعني يتيقن أنه الميليشيات لها اليد الطولة في الملف الأمني وفي كل الملفات. لا، قوات الحكومة من جيش وشرطة وأمن واستخبارات لا تستطيع أن تكبح جناح هذه الميليشيات التي هي ارتباطها بفيلق القدس الإيراني والحرس الثوري ارتباطا مباشرا، وولائها مباشر وولائها لإيران أكثر من ولائها للعراق، وصرحوا قادتها عشرات المرات وولائهم لإيران. حتى قارنوا إذا ما حدثت الحرب بين العراق وإيران صرحوا وأعلنوا أنهم سيقفون مع إيران. وبالتالي الميليشيات هذه لديها أحزاب وأجنحة سياسية مشاركة في الحكم كعصابة أهل الحق وسرايا السلام وحزب الله وثأر الله وكتائب الإمام علي. كل هذه الميليشيات لديها تشكيلات سياسية مشاركة، لديهم أعضاء في البرلمان ومجلس المحافظات. لذا الميليشيات هي جزء من الحكومة والحكومة هي جزء من الميليشيات. الحكومة تقف الطرف أو لا تستطيع كبح جمع هذه الميليشيات، يعني عدة أمور. نعم، أنا أشكرك عبد الله من الطارمية. نعم، أنا أشكرك عبد الله، كان معنا من الطارمية في محافظة بغداد. إذن تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول استهداف مواقع نفطية في البصرة يوم أمس، وكذلك استهداف مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية، إن كان في الموصل أو في بغداد. أطراف إيرانية متهمة باستهداف هذه المواقع. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.